بسم الله، ربنا أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أمين يا ربنا يا كريم يا هادي. الآن سنذكركم بعض آيات من سورة التوبة أو البراءة، لو ديزافو وتوبة لو ريبونتير. يقول مولانا في الآية في السورة دي في آية 62: يحلفون بالله لكم، أي المنافقون، ليرضوكم، قصد برك إرضاء المسلمين باش يعونوا يعيشوا بسلام آمنين، ولا ينالوا شوية من أموال يتحصل عليها أهل الإسلام في صراعهم مع عبادة الأوثان. ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه، وهذا يوريك من سوء تدبيرهم وغفلتهم و والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لو كانوا في سورة الإيمان لا أرضوا المولى ورسول الله قبل أن يرضوا المؤمنين. ألم يعلموا، يعني هنا إشارة للا علم للمنافقين، العلم حقيقي يتماشى مع الواقع. ألم يعلموا أنه من يحاد الله يخاصم الله يحارب المولى ورسوله فأن له نار جهنم. يعرش عقبة الحرب هذه هي جهنم خلودا خالدين فيها، ذلك الخزي العظيم. تحدثنا كثيرا عن مآل أغلب الإنس والجن، والسلام علينا أهل التوحيد، والحمد لله رب العالمين الواحد القهار.